تركة ثقيلة خلفتها العمليات العسكرية التي دارت رحاها في الأنبار لتحريرها من الإرهاب. فإلى جانب الدمار الواسع الذي طال مدن المحافظة، فإن القنابل غير المنفلقة والمخلفات الحربية ما زالت بين الأنقاض في شقق منطقة الكيلو 7 غربي الرمادي، كما العشرات منها سويت بالأرض. هذا المحل هسه اللي قاعد بي انا عامل هسه، هو هذا هسه شوف قدامك، تعال شوف انت تصور هذا. انا هسه خايفين حتى نصعد على هاي الجي، نقول خاف اكو عبوه شيء تطق علينا والله. فمو بس انا، وانما هاي اكو ناس كثيره ساكن. هذا هسه انا ساكن بالهاي الشقه ذي شاي 31 واقعه من جهه، والله هم انا خاف حتى على الجهه، خاف نقول خاف يطق عليهم فد شيء. بس شو نسوي، لا حول ولا قوه. تشوف هاي الانقاذ، هاي الناس يعني مكانها تعبان، جواها متفجرة جوز، يعني أطفال تجي عليها، يعني نخاف من كل شيء نخاف. لفوا عليها سيم وعافوها، قالوا راح نجي نشيلها، ما جوا شالوها، تركوا الأم شافوها بس مشوا عافوها وراحوا. الآلاف من المنازل تعرضت إلى دمار بنسبة 80%، فيما يطالب المواطنون الجهات المعنية برفع هذه المخلفات الحربية التي أصبحت مصدر قلق لهم، مخافة من انفجارها بأي لحظة. طبعا كل عماره واقعه بها مخلفات حربيه لحد هذا اليوم. احنا نطالب المنظمات، طبعا المنظمات الحكوميه والغير حكوميه، المنظمات الخاصه، منظمات المجتمع المدني، اي منظمه اللي هي معنيه برفع المخلفات الحربيه. طبعا هاي تشكل خطر، خطر جدا، يعني تعرف انت الاطفال ما تقدر تلزمه. هذه الانقاض وضعت عليها لافتات كتب عليها خطر الالغام، محذره المواطنين من الاقتراب منها خوفا عليهم. المخلفات الحربية باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين في شقق 7 كيلو غرب الرمادي، وما يزال حلها بحكم المؤجل. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.